السلام عليكم، معكم عصام راقي، تحية كبيرة لمتتبعين MFM سبورت. الحاجة اللي ما كنتش نديرها واللي تنديرها دابا هي الضياف. ما تعلمت والو، جالس مع الوليدات والدار، ما نتعلم. مرة تنهزو كتوبة نقراهم ونستافدو. الحاجة اللي تغيرت فيا هي ربيت اللحية وربيت الشعر. هذا الشيء اللي تغير فيا. بالليل كنا مرة معاش، ولكن أغلبية تنتعطل حاكة 12 ونص، تعرف عير الدار. هذا الشيء اللي كاين، هذا هي الوقيتة في الشم الناس. الفياخ تنفيق مع هذيك 9 و9 ونص، إلا تعطلت بحال هكا 10 على 10 ونص. كاين فرق كبير الصراحة، لأن بوحدك ماشي بحال اللاعبين، أنت تكون مع اللاعبين تتساب أكثر، تكون عندك كبيرة الملعب، تتريني بالكرة بزاف تحول. مي بوحدك ما تتبغي دائما تحافظ على اللياقة ديالك، هذا هو الفرق. ضروري تنتفرج، تنتفرج مرة انستغرام، تنشوف الدراري صحابي تيديروا اللايف، تنشوفهم حيت شحال ديما ما شفتهم هكا اون ديريكت، تنحاول نتواصلوا في الانستغرام باش نتشوفوا. كلمة في حق الجمهور المغربي بصفة عامة، هي الحاجة الوحيدة اللي خصنا نديرو هي نجلسو في الدار، نزيدو نصبرو، نحاولوا يعني نتعاونوا مع السلطات، مع وزارة الصحة، لأن الناس باغينا مصلحتنا باش ما نضروش، حتى نحاولوا حتى حنا نبقاو جالسين في الدار باش ما نضروش الناس، العائلة ديالنا اللي قراب لينا، لا الجيران لا الوليدات لا كلشي. لأن بالنسبة لي أنا، اللهم ندير الحاجة الصحية في الدار وأنا يا مرتاح وبصحة جيدة، ولا ندير الحاجة الصحية وأنا مريض في المستشفى. فالاختيار تيبقى لينا بين يدينا، من الأحسن نجلسوا في الدار حتى تدوز هذه المحنة هذه إن شاء الله، ويبعد علينا هذا الوباء هذا، ونعيشوا حياتنا الطبيعية نرجعوا لها إن شاء الله. ديال هذا الفيديو هذا تنتحدى رشيد علالي، مقدم برنامج رشيد شو.